لن نتوانى ولو للحظة واحدة من تثبيت السجون رومي وغيره، لأنه نحن قررنا نخلي سجون لبنان أحلى من أوروبا. أنه مش ضروري مثل أوروبا، بس زبطوها. ما سمعتيني شو عم لي؟ نحن كفريق 14 أدار لن نتوانى ولو للحظة واحدة. بعدين نحن قررنا كفريق ثورة الأرز نجمع المصاري والمال الوفير لتحسين وضع السجون. بدنا ناخد أراضي برومي نشتريها طبعاً، مش ناخدها مثل ما بياخدوها غيرنا. هالأراضي هيدي بدنا نبني عليها سجن كبير، وبهالسجن بدنا نعمل لكل سجين غرفة، وبقلب الغرفة في اي سي، في جاكوزي، في تخت واسع، وفي حمام تركي. نحن اتفقنا على الحمامات، بس مش ضروري يكون تركي يعني. طيب بلاها. هلا كل واحد منا طرح انه السجون تتسكر مش تتوسع، بس انه اذا في سجون هيدا مشروع منيح. ونحن كتماني ازار بالاضافه لهيدا الشيء، نحن هون بدنا نمد كابلات ساتلايت وانترنت مجانا لكل غرفة سجين، وكل سجين بحق له بارودة صيد بما انه هلا موسم عصفور التين. تيين تيين حبيبي التيين، وايضا الاراجيل مسموحة. نعم. وكل سجين بحق له يجيب اللابتوب معه. نعم. وبالمستقبل جاي موسم الدرغل. درغل. نعم مزبوط. حلو، بس انه حتى باوروبا ما في هالشي. وكمان رح بيكون في دكان صغير بباحة السجن لبيع الصحف والمجلات والجرائد الاسبوعية واليومية. وايضا بدنا نفتح بالسجن نايت كلابات. نعم نايت كلابات، وبدنا نعمل خط تلفريك للنزهات. نعم. ممتد من ملعب السجن الى سطح السجن لفوق. وسننشئ ملاعب التنس والمسابح الشتوية الداخلية ساخنة والمسابح الخارجية للصيف. لك شو هالحكي، والله نيال محبيس يا عمي والله. وايضا بدنا نعطي خطوط تليفونات. نعم كل سجين بحق له 3 خطوط، خط ثابت 01، خط خليوي 03، وخط دولي 00961، وايضا في خطوط خاصه لعملاء البورصه. يا عمي الواحد هيك صار يشتهي ينحبس. لك اي الحبس يا عمي، نحن قررنا ان يكون السجن احلى شيء بهالوطن. هلا غريب انه اول مره انتم اثنين تتفقوا على شيء وشيء منيح. هلا الغريب انه هالقد حابين تبصوا المجرمين. مجرمين عين اي مجرمين يا تسلمي لي. نحن لما يخلص هذا المشروع رح نعمل عفو عام عن جميع المحابيس ونبعتهم على بيوتهم. نعم إيه، لكن لشو هالمشروع كله من الأساس؟ لإلنا، لأنه إذا الثورات بقيت مكفية هيك بالدول العربية شكله لحقنا الدور. وهل أنتوا أيها الشعب بتقبلونا ننحط بسجون غير مجهزة؟